من أنقذ المدينة؟ رجال الصومال. الصومال قبل 70 سنة من الآن كانت مملكة، وكانت من أغنى دول أفريقيا، لدرجة أن الرجل الصومالي كان يأخذ الشاة صباحا فيذبحها ويطلع الكبد يشويها يفطر بها ويرمي الباقي، شاة كلها ترمى. والصومال تصدر الأغنام والإبل والبقر للعالم. واليوم وقبل فترة كما تعلمون إيش اللي حصل فيها من المجاعة بسبب عدم شكر النعمة. لبنان كانت من أغنى الدول العربية أيضا، وكان فيها ما فيها من الخير، وكانت الكتب أول ما تطبع في لبنان، بيروت لبنان على كل كتاب، ولما كان يأخذ الواحد الفاكهة يأخذ منها ويرمي الباقي، فاكهة مما يتخيرون، كان يأخذ أكرمك الله سندويش يأخذ ويرمي الباقي. فحصل فيها الحرب الأهلية التي ما زالت ولايتها تعاني منها إلى اليوم. من غير تحديد كثير من الدول للأسف بسبب عدم شكر النعمة صار فيه نوع من الضيق في ذات اليد والضيق في المعيشة. عكس هذه الصورة في الصومال وفي بعض الدول كان الواقع هنا، هنا في أرض الجزيرة قبل 70 سنة 80 سنة كان فيه فقر، وفقر شديد. يحدثني أحد الإخوة من الجنوب قصة مؤلمة جدا، من شدة الجوع تتفرق الأسرة، الأب يذهب إلى جهة والأم تذهب إلى جهة والأطفال كل يذهب، ويموت هذا من الجوع ويموت الآخر من الجوع في أرض هي الآن من أغنى الدول. لكن كان هناك صبر، وبفضل الله وجد شكر فأنعم الله. فعلينا نشكر الله على النعمة قبل أن تزول، ونقول اللهم لك الحمد. والله الذي لا إله إلا إن التاريخ لا يعيد نفسه. مرت علي رسالة في الواتساب واصلة من الصومال. الصومال قبل 100 سنة كانت أغنى دولة في أفريقيا، قبل 100 سنة كان الصومال في الفترة ذيك يتصدقون على أهل الجزيرة العربية، حتى أنه حصل للأسف مجاعة في المدينة وقل فيها الطعام. من أنقذ المدينة؟ رجال الصومال. ووصلتني قائمة بأسماء المتبرعين بالذهب من الصومال لأهالي المدينة، ومكتوب تبرعات إخواننا التجار في الصومال، وكانت مملكة، لأهالي المدينة المنورة، كذا وكذا وكذا من الذهب، وكذا 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 من الغنم، وكذا 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 من الطعام، كل ذلك جاء من الصومال إلى المدينة.